أكيد. نروح لخبر تاني من موقع مصراوي. الخبر بيقول رويترز: ترامب أبدى تأييده للرئيس السيسي في محادثات سد النهضة. قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين، وأبدى تأييده لإجراء مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على نهر النيل بحسب رويترز. وقال وزير الخارجية سامح شكري الأسبوع الماضي إن إدارة ترامب وجهت الدعوة للدول الثلاث لعقد اجتماع في واشنطن يوم 6 نوفمبر لكسر الجمود الذي يكتنف المحادثات. نتكلم أكتر عن الملف ده لأنه ملف مهم جدا وبقاله فترة طويلة فعلا في جمود في المحادثات، أيضا في بعض المشكلات الموجودة الخاصة بسد النهضة. نتكلم عن آخر تطورات سد النهضة وإزاي هيتم كسر الجمود القائم بين المحادثات. يعني مصر شعرت أنه أثيوبيا تحاول التملص من الاتفاقيات التي تمت خلال توقيع اتفاق المبادئ بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا وفي حضور الرئيس السابق البشير. التملص ده ادى بالدوله المصريه ان هي تلفت الانتباه في احاديث كتير للسيد الرئيس والسيد وزير الخارجيه انه هذا الموضوع يمثل قضيه حياه بالنسبه للمصريين. طبعا. هذا لا يعني اننا لا نتمنى أن تكون هناك تنمية لصالح أثيوبيا، لكن ليست على حساب حياة مصر ومستقبلها والتنمية. ولذلك الحقيقة السيد الرئيس في المؤتمر الأخير للأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة، من على منبر المنظمة الحقيقة تحدث عن قضية سد النهضة. والحقيقة إنه السيد الرئيس الحقيقة بينتهك سياسة واقعية، ليس بمعنى أننا نرغب في إشراك طرف دولي، أننا لا يجب أن نحل أمورنا داخل القارة الأفريقية. بوصف السيد الرئيس هو رئيس الاتحاد الأفريقي طبعا في هذه الدولة، ومصر الحقيقة بتقوم بدور بناء في معظم دول القارة وخاصة دول حضنية. الإشكالية التي تخص سد النهضة، أثيوبيا ترى أنه جزء من أهدافها القومية وأنه ذا حساسية خاصة بالنسبة لرئيس الوزراء الأثيوبي الحالي، ومصر من ناحيتها طبعا السودان يمكن طرف ثالث، لكن مصر من ناحيتها تجد في سد النهضة أنه سيحدث أضرار، ولذلك تتفاوض على جزء متعلق بالحلول الفنية لسنوات ملء السد وكيفية تشغيله. والحقيقة أنه ده طلبات طول الوقت، أنا ممكن أقول لك أنها طلبات شحيحة وقليلة، ليس هناك استراتيجية أخرى لحل هذه المشكلة غير إدخال أطراف دولية. طبعا كان في مؤتمر سوتشي، الحقيقة أن موسكو أعلنت أن هي ممكن تتدخل، وواشنطن دعت وزراء الخارجية لثلاث دول أثيوبيا والسودان ومصر. إن شاء الله نشهد في الفترة القادمة انفراج في الموقف الأثيوبي. النقطة اللي حابة نتكلم فيها بشكل يعني أكتر إنه المحادثات اللي ما بين مصر وأثيوبيا والخاصة بالمشاكل أو الأزمة اللي حاصلة في موضوع سد النهضة بقالها فترة طويلة. نعم. وكل فترة نقول إن شاء الله المشكلات تتحل بشكل يناسب الطرفين، لأنه مهم إنه يعني وده اللي بيسعى عليه سيادة الرئيس دايما، إنه صحيح. ما بقاش الحل يناسب مصر بس ولكن يناسب الطرفين. ولكن إلى متى ستظل كل المحادثات في أو المشكلة قائمة ما بين الطرفين من وجهة نظر حضرتك؟ يعني دايما هناك حلول أخرى. السيد الرئيس الحقيقة اتكلم على أنه الدولة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية، وده كلام كان واضح في آخر كلام له عن سد النهضة،
لن تألو جهدا لحل هذه المعضلة، لحل هذه المشكلة، حتى لا تتعرض مصر وحياة المصريين لمخاطر. تعرف حضرتك نقص 20 مليار متر مكعب مثلا ممكن يعمل لنا ايه؟ ممكن يعمل لنا مشاكل ضخمة متعلق بالزراعة، متعلق بالصناعة، ما يتعلق بحياة المواطنين أنفسهم. ومن هنا أنا أظن أن الدولة المصرية بتفكر بعناية شديدة جدا في البدائل. دائما البدائل المطروحة إذا لم نصل إلى حل، إذا لم نصل إلى حل يرضي على الأقل الأطراف جميعها ويجعل هذا الحل لجميع المواطنين ومش بس المسؤولين، المواطنين الرضاء الكامل. تمام. لأنه المية احنا مش بنهزر هنا، المية هي الحياة طبعا. ومن هنا فهذه الإشكالية إذا لم تحل بالسلم أنا في ظني يمكن أن يكون هناك خيار آخر. تمام. لا أود أن نذهب إليه.